بسم الله الرحمن الرحيم لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل من حكمة تعبدية جعلت سورة الفاتحة تتكرر في جميع الصلوات؟ الحكمة واضحة، الحكمة في تكرارها في كل ركعة وفي جميع الصلوات لما تتضمنه من الأدعية العظيمة التي أنت بحاجة إليها أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب لو تأملتها.